السلام عليكم. نفتتح الحصة إذن لنواصل حديثنا أو لنستأنف حديثنا عن علموية علم السياسة، وهذه المرة من خلال ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى حول إمكانية تحرير علم السياسة من الفلسفة السياسية، والنقطة الثانية حول إمكانية تحرير علم السياسة من الأحكام العامة أو القيم السياسية العامة، والسؤال الثالث حول سؤال المرجعية الفكرية في مقاربة مجمل مفاهيم المتداولة في علم السياسة. كنا قد تناولنا في الحصص السابقة في إطار سؤال العلموية نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى تلك المتعلقة بشروط علموية علم السياسة، أي ما هي المعايير العلمية التي يجب أن تخضع الظاهرة السياسية لها حتى يستقيم القول بإمكانية دراسة هذه الظاهرة دراسة علمية. كنا قد حددنا مجموعة من الشروط أو المعايير العلمية، أهمها هل الظاهرة السياسية يمكن صياغتها في إطار نظرية، باعتبار أن المعرفة العلمية كما سبق الحديث عنها سابقا، المعرفة العلمية هي المعرفة المنظمة في إطار نسق مفاهيمي، أي المعرفة التي تصاغ في إطار نظرية عامة. كل معرفة علمية، كل علم له بطبيعة الحال نظرية عامة تفسر مجمل ظواهره، وبالتالي هل علم السياسة له نظرية علمية عامة؟ كنا قد قاربنا هذه النقطة من خلال البحث الإبستيمولوجي لهانز مورغنتاو. هانز مورغنتاو الذي حدد نقطتين أساسيتين في صياغة النظرية العامة للظاهرة السياسية، هل يمكن دراسة الظاهرة السياسية دراسة علمية؟ وبالتالي فقد حدد شرطين أساسيين، قال إذا كان علم السياسة أو الظاهرة السياسية تخضع للدراسة العلمية يجب عليها أن تكون خاضعة لما يسمى بالقوانين الموضوعية. فكل ظاهرة في أي مجال معرفي إذا كانت تخضع للقوانين العلمية للقوانين الموضوعية فيمكن دراستها دراسة علمية. وبالتالي حدد هانز مورغنتاو بأن السياسة الظاهرة السياسية تخضع للقوانين العلمية، وكل ظاهرة تخضع للقوانين العلمية يمكن دراستها دراسة سياسية. إذن هناك اعتقاد أول في توفر هذا الشرط. الشرط الثاني يتوقف هل الظاهرة السياسية لها ما يسمى بشرط الخصوصية والاستقلالية. بطبيعة الحال قلنا بأن أي معرفة علمية حتى تدرس بشكل مستقل، حتى يعترف باستقلاليتها، يجب أن يكون لها منطقها الخاص في التفكير. لا بد أيضا أن يكون هناك علم خاص يختص بدراسة هذه الظاهرة. هانز مورغنتاو خلص على أن الظاهرة السياسية السياسة بصفة عامة، والقوانين الموضوعية التي تخضع لها السياسة توجد في جذور الطبيعة الإنسانية، وبالتالي لكي أدرس السياسة لا بد وأن أدرس الإنسان في حد ذاته. فالإنسان حسب التصور الواقعي لهانز مورغنتاو، باعتبار أنه رائد لهذا التيار الواقعية في دراسة مجمل الظواهر السياسية، الظاهرة السياسية يقول بأنها تخضع لمجموعة من القوانين الموضوعية. السياسة هي مجموعة من الوقائع والأحداث الاجتماعية والسياسية،
وبالتالي يقول بأن الإنسان، هذا الإنسان الذي يجب أن ندرسه حتى ندرس السياسة، حتى نفهم السياسة، الإنسان تتقاطعه مجموعة من الكينونات ومجموعة من المجالات، لأن الإنسان غير كامل. فالإنسان قلنا تتعدد فيه هذه الكينونات، يمكننا أن نجد في الإنسان الكائن الاقتصادي والكائن الاجتماعي والكائن الأخلاقي والكائن الديني والكائن السياسي وهكذا دواليك. فالإنسان تتقاطعه مجموعة من الكينونات، ولكل مجال خاص له منطق خاص بالتفكير، أي أين الكينونة الاقتصادية للإنسان؟ لكي أفهم الإنسان الاقتصادي يجب علي أن أدرسه في هذا الجانب، وأن أدرسه من خلال العلم الذي يختص بدراسة الظاهرة الاقتصادية، علم الاقتصاد. نفس الشيء فيما يخص الأخلاق، علم الأخلاق. ما يخص السلوكيات الاجتماعية لا بد أن نقاربها من خلال علم الاجتماع. والسلوك السياسي، الإنسان ككائن سياسي له كينونة سياسية بطبيعة الحال، يجب علي أن أدرسه في هذا الإطار، أن أقاربه من خلال العلم الذي يختص بدراسة الظاهرة السياسية. وبالتالي فالسياسة تتميز بمنطق خاص في التفكير. لا يمكننا أن نفسر السياسة أو الظاهرة السياسية من خلال الظواهر الأخرى المفارقة لها. فالسياسة كما نقول دائما أنها تفسر نفسها بنفسها من خلال العناصر الأصلية الجوهرية الثابتة فيها. وبالتالي هانز مورغلتاو يقول بأن منطق السياسة، المنطق النحوي للسياسة، هو أنها منطق خاص لها في التفكير لدى الإنسان ككائن سياسي. منطق التفكير في السياسة، السياسة هي صراع من أجل السلطة، صراع من أجل مجيد من السلطة، لأن قلنا بأن هذا الإنسان، هذا الكائن المتوجس، هذا الإنسان الخائف من أخطار المحيطة به، وهو دائما يسعى إلى امتلاك السلطة لكي يحقق مصالحه ولكي يتقي أخطار المحيط، أخطار الآخرين، مجمل الأخطار التي يمكن أن تحدق بهذا الإنسان. إذن في هذا الإطار أيضا السياسة تحوز شرط الاستقلالية، أي أنني لا يمكنني أن أدرس السياسة إلا من خلال العلم الذي يعنى بدراسة هذه السياسة، أي علم السياسة. في هذا الإطار قلنا بأن هذا الشرط تخضع له السياسة، تخضع للقوانين الموضوعية، تخضع لشرط الخصوصية والاستقلالية. فالسياسة بطبيعة الحال يمكننا دراستها دراسة علمية. وكمن هذا السؤال أيضا سؤال العلموية ما يخص الجانب الموضوعي، لأن المعرفة العلمية هي المعرفة الحيادية، المعرفة التي لا يمكن للباحث أن يسقط فيه ذاته، المعرفة التي لا تنطلق من الأحكام والأفكار المسبقة. وبالتالي فهل المعرفة العلمية للسياسة، أي علم السياسة، تخضع لشرط الموضوعية؟ هل يمكن للباحث، لعالم السياسة في مقاربته لمجمل ظواهر العالم السياسي، أن يستقل بذاته وأن يدرس الظاهرة بشكل نزيه وموضوعي، أن يتقول الحقيقة التي يوصله إليها المنهج العلمي الذي ابتدع وانتهج؟ فالحقيقة كيفما كانت مرة، كيفما كانت هذه الحقيقة ولو أنها تكون مخالفة لميولات الباحث، فشرط الموضوعية يفرض على الباحث أن يتقول هذه الحقيقة العلمية كما هي. إذا كان هذا الأمر لا يثير كبير إشكال في مقاربة مجمل الظواهر الطبيعية في مجال العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية، ف
شرط الموضوعية قلما يمكن تحقيقه. قاربنا هذا الشرط الموضوعية من خلال ثلاث جهات أساسية في إطار علم الاجتماع. رأينا اتجاه غاستون باشلر الذي قال بأن جميع العلوم، جميع المعارف العلمية تعاني من الكبس ومن العقد النفسية، ويجب إخضاع المعرفة العلمية في أي مجال للتشريح النفسي، أي يجب أن نجد ما يسمى بالحلول الوسطى في التفكير الذي يستحضر معطيات الواقع والتفكير الذي يستحضر معطيات العقل. وبالتالي لا بد بطبيعة الحال الاستعانة بمجمل هذه المعطيات التي تتعلق بهذه الظواهر، لا بد وأن يقاربها الإنسان بطبيعة الحال العالم، عالم السياسة، عالم الاجتماع، من خلال معطيات الفكر، لأننا لا يمكننا أن ندرس أي ظاهرة من الصفر، أن ننطلق من الصفر. فجميعنا كباحثين أو كعلماء في مجال الظاهرة السياسية، أي عالم في أي مجال لا ينطلق من الصفر، دائما جميع العلماء ينطلقون من مقولات منطقية، مقولات عقلانية ذهنية. هذه المقولات بطبيعة الحال التي تشكل لهم أرضية الانطلاق في دراستهم للظاهرة قبل أن يخضعوها لمشرط البحث العلمي، لمناهج العلوم التجريبية، أي الملاحظة والتجربة العلميتين. وحتى في هذا الجانب أيضا عالم السياسة، عالم الاجتماع، مختلف العلماء في أي مجال كان، لا بد له وأن لا يفرطوا في استعمال معطيات الواقع فقط دون معطيات العقل. إذن غاستون باشلر قال لا بد من إيجاد توافق ما بين التفكير العقلاني الذهني، ما يسمى بالمثالية العقلانية، والمثالية التطبيقية. قال لابد من وجود ما يسمى بالعقلانية التطبيقية، أي تأخذ جانب من معطيات العقل وجانب من معطيات الواقع حتى تتحقق ثمة موضوعية علمية، ولو على الجانب الإبستيمولوجي، على الجانب المعرفي، على الجانب النظراوي، في مقاربة الظاهرة التي يخضعها الباحث لمشرط البحث العلمي. قربنا أيضا الموضوعية من خلال اتجاه علم الاجتماع الفرنسي لإيمانويل دوركهايم. إيمانويل دوركهايم بدوره قال لكي ندرس الظواهر الاجتماعية بشكل موضوعي دون إسقاطات الذات عليها، يجب علينا أن ندرسها كأشياء، لأن مختلف العلوم الطبيعية أو التجريبية تدرس الأشياء. حتى ندرس الظواهر الاجتماعية، والظاهرة السياسية هي ظاهرة اجتماعية إنسانية ولها خصوصيات بطبيعة الحال مفارقة لمختلف الظواهر الاجتماعية، ولكنها تظل في الأساس ظاهرة اجتماعية وإنسانية. إيمانويل دوركهايم يقول لكي ندرس الظواهر الاجتماعية والظاهرة السياسية من ضمنها، هذه الزيادة من عندي بطبيعة الحال، لا بد وأن أدرسها كأشياء مفصولة عن ذواتنا. وبالتالي فهذا النوع من تشيع الظاهرة السياسية، باعتبار أن قلنا الظاهرة السياسية هي ظاهرة إنسانية اجتماعية، ظاهرة تتخللها عناصر من الفلسفة والإنسانية والتاريخ وأشياء كثيرة من هذا القبال، إذا درسناها كأشياء كما تدرس الظواهر الطبيعية فإن النتيجة تكون عكس ما يبتغيه الباحث، عكس ما يبتغيه العالم، لأن قلنا بأن التشييع والمبالغة في استعمال
معطيات العلم التجريبي، مناهج العلوم التجريبية، أي دراسة الظاهرة السياسية كشيء مجرد، قلنا يؤدي إلى العكس، أي إلى إفراغ الظاهرة السياسية من موضوعها ومن مضمونها الإنساني والاجتماعي والفلسفي والتاريخي. وقلنا بأن هذا النتيجة انتبه لها جانب كبير من علماء السياسة بأمريكا الذين انضووا في إطار ما يسمى بتيار بريسترويكا علم السياسة، أي أن علم السياسة يعاني من أزمة موضوع، أن موضوع علم السياسة المبالغة في استعمال المناهج الرياضية في مقاربة الظواهر السياسية جعل من السياسة أو الظاهرة السياسية مجرد لعبة، مجرد شيء، مجرد من مختلف عناصر الإنسية والفلسفية والتاريخية. وبالتالي فقلنا بأن هذه النتيجة تؤدي إلى عكس النتائج المبتغاة من طرف العلماء أو من طرف البحث العلمي الرزين الذي لا بد وأن يدمج مختلف العناصر التي تتقاطع في الظاهرة التي يدرسها. إذا حتى من خلال هذا الاتجاه أيضا لا يمكننا أن ندرس الظاهرة السياسية كشيء مجرد عن ذواتنا، وبالتالي فشرط الموضوعية في هذا الجانب أيضا قلنا يتضاءل. لا يمكننا أن ندرس الظاهرة السياسية بشكل موضوعي 100%. قاربنا أيضا شرط الموضوعية من خلال اتجاه عالم الاجتماع المجري جورج لوكاتش. جورج لوكاتش الذي قال بأن أي فكر تاريخي فلسفي علمي جميع المجالات المعرفية تخضع بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثيرات النفسية للباحث. هي تأثيرات قد لا نشعر بها، تأثيرات موجودة شئنا أم أبينا. لا يمكن للباحث أن يتجرد من هذه التأثيرات، فهو دائما واقع تحت ظل هذه التأثيرات، تأثيرات نفسية قد تكون طبيعتها تتعلق بالطابوات الحاضرة داخل المجتمع الذي يقارب فيه الظواهر السياسية. هناك طابوات بطبيعة الحال في بعض المجتمعات التي لا تحترم حرية الفكر وحرية الرأي، وبالتالي فالباحث حين مقاربته لظواهر السياسة في المجتمعات السياسية التي لا تحترم حرية الفكر فإنه غالبا ما يكون خاضعا تحت تأثير هذه التوجسات أو تخوفات بطبيعة الحال في عدم معالجته للظواهر السياسية التي يعالجها بشكل موضوعي 100%. كذلك مثال، هناك ميولات إنسانية، الإنسان له ميولات، له اعتقادات شخصية في مقاربته لمختلف الظواهر. هناك بعض المعتقدات لا يمكن للإنسان أن ينفصل عليها، وبالتالي جورج لوكاتش قال ما دام بأن هذه التأثيرات موجودة شئنا أم أبينا، لا يمكن لأي باحث أن يتضرع وأن يتحجج بأنه يقوم ببحث علمي موضوعي 100%. لا يمكن، هذه مسألة يعني مستحيلة. وبالتالي اقترح على الباحث، على عالم السياسة، على أي باحث في أي مجال معرفي كيفما كان، حين مقاربته، حين معالجته لظاهرة ما، عليه أن يصرح بمجمل هذه التأثيرات التي يخضع لها أثناء بحثه في هذه الظاهرة، وأن يدمج هذه التأثيرات بشكل واعي، أن يصرح بأنه في خلال تقولي لهذه النتيجة فأنا واقع تحت تأثير كذا وكذا، أنا منجر
حسب معتقدات الشخصية أو الفلسفية أو أي شيء في خلال هذه النتيجة، فأنا خاضع تحت هذا التأثير، أن يصرح بهذه التأثيرات بشكل واعي وبشكل مدمج حتى لا يتم تضليل الحقيقة العلمية، الحقيقة السوسيولوجية، وفي مفهومنا في مخرجنا للعلم الظاهرة السياسية الحقيقة السوسيو-سياسية. إذن في هذين الجانبين قلنا لا يمكن، هناك نظرية صحيح، علم السياسة وعلم الظاهرة السياسية يخضع للشرط الخصوصية صحيح، يخضع للشرط الاستقلالية صحيح، مصافي إطار نظرية صحيح، يقارب بشكل موضوعي 100% أو بشكل منتقص. فقلنا بأن هذه إشكاليات جميع العلوم، جميع العلوم لا يمكنها أن تقارب 100%. قلنا ممكن في إطار مقاربة من الظواهر الطبيعية الرياضية المسألة لا تفرق، لا تفرض مشاكل منهجية أو إبستيمولوجيا في مقاربتها بشكل موضوعي، ولكن في مجال العلوم الاجتماعية، العلوم السياسية، ما يتعلق بالإنسان، ما يتعلق بالمجتمع السياسي أي الدولة، فبطبيعة الحال لا يمكن للباحث أن يكون موضوعيا 100%. وقلنا بأن هذه الإشكالية تعاني منها جميع العلوم. نواصل إذن في إطار هذه المحاججات، في إطار هذه الأسئلة الكبرى لمقاربة علموية علم السياسة، هل علم السياسة، هل علم الظاهرة السياسية يخضع للشروط العلمية؟ لكي يخضع للشروط العلمية، لكي نعترف به كعلم قائم بذاته، لابد أيضا أن نواكبه بأسئلة أخرى تبلور منطق العلموية إلى منتهاه. السؤال الثالث، هل علم الظاهرة السياسية يمكننا أن نفصله عن الفلسفة السياسية؟ لماذا؟ لأنه في اعتقاد علماء التجريبيون أن لا شيء يمكن أن يوصف بالعلم بالعلموية إلا إذا أخضعناه للملاحظة والتجربة العلميتين، وبالتالي فالمعرفة العلمية هي المعرفة التي تخضع للمناهج العلوم، والفلسفة لا تخضع لمناهج العلوم، رغم أن الفلسفة هي شغال ذهني عقلاني تحتاج إلى التفكير أكثر في من تجاربنا اليومنا أو تجاربنا الاجتماعية، رغم أن الفلسفة هي أم العلوم، رغم أن علماء التجريبيون في أي مجال لا يمكن لهم أن ينطلقوا في إجراء بحوثهم، لا يمكنهم أن يتخطوا خطوة واحدة دون أن ينطلقوا من مقولات منطقية فلسفية شئنا أم أبينا. وبالتالي رغم ذلك هناك جانب كبير من علماء السياسة الذين يستهويهم أو ينضوون في إطار التيار التجريبي المعتمد على الملاحظة والتجربة العلمية، يقولون بأن الفلسفة السياسية هي منافية للعلم للمعرفة العلمية، لأنها تشكل شك من الأنساق المعيارية، تشكل نوع من الإسفاف العلمي حين نستحضر الفلسفة في دراسة مختلف المجالات العلمية، كأننا نقوم بطبيعة الحال بعمليات انحراف علمي في مقاربة هذه الظاهرة. وبالتالي هناك سؤال، حتى إذا سلمنا جدلا بهذا الإسفاف الذي تشكله الفلسفة، هل يمكن أن نفصل علم السياسة، أن نحرر علم السياسة من الفلسفة السياسية؟
إذا كان الجواب بلا أو بنعم فعلى الأقل هل من الإمكان إقامة جسر ما بين الفلسفة السياسية وعلم السياسة؟ في الواقع الفلسفة السياسية وعلم السياسة يتشابهان في أكثر من نقطة، سأقتصر على عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو أن الفلسفة بشكل عام هي أم العلوم، صحيح؟ لا خلاف في ذلك، جميع العلوم استقلت عن الفلسفة حتى حققت علمويتها واستقلاليتها، وبالتالي فعلم السياسة ليس مدينا وحده للفلسفة، للفلسفة السياسية، كما أن الفلسفة لم تنتج علم السياسة فقط، الفلسفة أنتجت وولدت مجموعة من العلوم بما فيها العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية. ما زالت هناك نظريات تأملية في مجال الرياضيات معبول بها حتى وقتنا الحاضر، كلها تنطلق من منطلقات فلسفية، نظريات أوكليدس مثلا فيما يخص المتوازيان، خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا، هذه القاعدة الأوكليدية بطبيعة الحال كما تصورها أوكليد انطلق من مقولة فلسفية تأملية صورية شكلية، لأن لم يكن هناك لا تلسكوب ولا مراصد يمكن أن نرصد بها حركة الكواكب والنجوم ولا أن نتصور شكل الكرة الأرضية، لأن التصور الشكلي لدى علماء الرياضيين في العصر اليوناني أوكليديس بيتاكوراس في مختلف المجالات الرياضيات والمنطق والجيو إلى آخره كانت تنطلق بطبيعة الحال من رؤى شكلية تصورية تأملية، ولكن رغم ذلك ما زالت هذه النظريات معمول بها حتى وقتنا الحاضر، حتى وأن العلم اكتشف بطبيعة الحال بعد اكتشاف التلسكوب، بعد اكتشاف المراصد التي ترصد حركات المجرات والكواكب والتي خلصت على أن شكل الكرة الأرضية بيضاوي الشكل مقعقر من الأفق أو أنه محدودب من الأسفل، فكل هذه الخلاصات التي توصل إليها العلم، علم الفلك بطبيعة الحال تسقط وتهدم مجموعة من النظريات الرياضية، ولكن رغم ذلك علم الرياضيات ما زال متأثر بالنظريات التي تم رصدها ودراستها وإنتاجها في إطار الفلسفة اليونانية أم العلوم. إذا قلنا حتى في مجال العلوم الطبيعية والرياضية لا يمكن للعلم أن يتجرد أو أن يتحرر 100% من الفلسفة، ما أحرانا بالظاهرة السياسية، علم السياسة، على الأقل علم السياسة الماضوي. فالفلسفة السياسية تشكل الخزان الأكبر لعلم السياسة، مختلف الإنتاجات الفلسفية لفلاسفة السياسة من العصر اليوناني إلى وقتنا الحاضر وحتى في الغد المرتقب، فالفلسفة السياسية هي التي تشكل الخزان الأكبر لعلم السياسة، وبالتالي لا يمكننا وأن ندرس السياسة أو نحررها
من الفلسفة السياسية من هذا الجانب. الجانب الثاني أيضا قلنا هناك تشابه ما بين الفلسفة السياسية وعلم السياسة يمكننا أن نرصده من زاوية التصور المجتمعي، المشروع المجتمعي. فكلا من عالم السياسة وفيلسوف السياسة يشتغلان على ما يسمى بتقديم التصور المجتمعي. فيلسوف السياسة يبني تصوره للبناء المجتمعي أو المشروع المجتمعي في إطار ما يسمى بالمجتمع الفاضل، مجتمع الفاضل أو المجتمع المثالي، هذا المجتمع بطبيعة الحال الذي لا يمكننا أن نجد له إسنادات في الواقع. نفس الشيء عالم السياسة أيضا ينطلق من هذه الزاوية أنه يقدم مشروعا مجتمعيا بطبيعة الحال أيضا يتصوره في حدوده القصوى، المجتمع الذي يحقق أكبر درجات من الاستقرار المجتمعي، المجتمع الذي تختفي فيه أكبر قدر ممكن من التناقضات الاجتماعية. وبالتالي فعالم السياسة مهما غالى في تحرره من الفلسفة السياسية فإنه ينتهي في الغالب إلى هذه الفلسفة التي هرب منها. فجميع المقولات السياسية المتداولة في إطار علم السياسة هي مدينة للفلسفة السياسية، وفيها نوع من الشطط أو الشطحات الفلسفية، تصورات عن الديمقراطية، هذا مفهوم سياسي معاصر ما زال متداول، الدولة الوطنية، تكافؤ الفرص، المساواة إلى آخره، كل هذه الرؤى بطبيعة الحال مغلفة من خلال الفلسفة السياسية، وبالتالي لا يمكن أبداً أن نحرر الفلسفة السياسية علم السياسة من الفلسفة السياسية. كل ما يمكننا أن نقوم به هو إيجاد حلول وسطى، أي ألا نتطرف في إقصاء الفلسفة على حساب علم السياسة، ولا أن نتطرف في الانتصار إلى علم السياسة على حساب الفلسفة السياسية. وعلى أكبر تقدير كما يرى أكشتاين، فالفروق التي يمكن أن توجد بين الفلسفة السياسية وعلم السياسة يمكننا رصدها من خلال ثلاث عناصر أساسية. على مستوى الموضوع، الفلسفة السياسية لا تعنى برصد الواقع فقط، بل تعنى أيضا بدراسة الأخلاق والعرف، وبالتالي فهي تقدم ما يسمى بنظرية النظرية، ما وراء الطبيعة، ميت تيوري. على مستوى المجال، الفلسفة السياسية تريد أن تقدم نظرية شاملة للسياسة، بينما علم السياسة يقدم نظريات جزئية لهذه الظواهر السياسية. على مستوى ما اقترحه ماكس فيبر، يقول بأن ما يتسم بالثبات فهو العلم، وما لا يتصف بالثبات فهو الفلسفة. ولكن حتى في هذه المقولة ليس هناك ثباتا مطلقا، لأن حتى في إطار العلم هناك ثبات نسبي، فالنسبية هي حاضرة سواء في إطار الفلسفة أو في إطار العلم، ليست هناك حقائق كونية مطلقة يمكننا أن نرصد فيها ظواهر سياسية بمعزل عن هذه الأنصاف المعيارية. هذا ما يتعلق بسؤال تحرير علم السياسة من الفلسفة السياسية.